حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، مباشرة فعلية بدأت بها السلطة التنفيذية بتقديم موازنة ثلاثية بمستوى الطموح والتوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها بما يعالج الضرر المترتب إزاء السياسات السابقة غير المدروسة وإيجاد معادلة مغايرة. وبعد إرسالها إلى البرلمان ما زالت مركونة على رف الانتظار لحلحلة الخلافات القائمة حول الاستحقاقات للمكونين السني والكردي بعد جولة الحوارات التي أجرتها الحكومة المركزية مع أقليم كردستان لوضع النقاط على الحروف فيما يخص تقسيم الاستحقاقات المالية في الموازنة وفق أطر دستورية وقانونية. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وفي إطار المعالجة الجذرية لأزمة الاختناقات المرورية، أطلقت ساعة الصفر الحكومية لمشروعين جديدين بأيدي عراقية وضمن الرقعة الجغرافية للمناطق الأكثر زخما كحزمة ثانية، نقلة نوعية لسكان الكرخ من خلال استحداث مجسرات وفتح ممرات جديدة تسهل حركتهم بعد أن حصرتهم الزحامات المرورية وقد عاقت من تنقلهم لتربط أجزاء حيوية وتغادر نصوص المعاناة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. وبعد جملة الحوارات بين المركز والإقليم بخصوص الاستحقاقات، ما زالت هناك نقاط خلافية تمنع تمرير الموازنة رغم تسليمها إلى البيت التشريعي في مرحلة جمود تشهدها الموازنة العامة، والمراقبون يدعون إلى الإسراع بحلحلة الملفات العالقة والمضي نحو إقرار الموازنة التي تنتظرها الكثير من المشاريع المتوقفة. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. وسط أزمات الواقع السياسي التي حلت تباعاً، مطالب الشارع العراقي تتعالى بحل العقد الحالية التي تعيق إقرار الموازنة. فبعد انقضاء عدة أشهر من العام الحالي، البلد خال من الموازنة المالية للحكومة الاتحادية تحت تأثير النعرات السياسية بين المكونات المتخندقة على مصالحها الشخصية التي تتمحور حول الاستحقاقات المالية حيث ألقت بمساوئها على الواقع الاقتصادي. هناك خلاف بين الأكراد وبين المركز وبين المكونات السياسية نفسها. هنا كل من يريد أن يقر أو يقر الموازنة يعني تنفيذ مآرب حزبية وكتلوية، للأسف نحن نقول يجب على مجلس النواب على المالية النيابية إقرارها وبسرعة لأن هناك مستحقات. بالعراق لم تقر الموازنة لسنوات، يعني أصبح الآن مواطن عنده حلم أنه تنقر الموازنة، يريد يتعين، يريد مشاريع، يريد استثمارات، كلها متوقفة على الموازنة. السبب عدم إقرارها هو مشاكل بين الكتل السياسية وهنالك تقاطعات. فما زالت الموازنة العامة لعام 2023 تراوح مكانها بعد إرسالها من السلطة التنفيذية إلى البيت التشريعي داخل البرلمان بفقرات تحقق طموح المواطن وتطلعاته، حيث يرى المراقبون أن الضغوط الخارجية والانقسامات أمام مطالب الاستحقاقات هي من تقف عائقاً أمام مرونة تمريرها. أكيد هي خطوة إيجابية من قبل دولة رئيس الوزراء بإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها. اليوم على جميع الكتل السياسية أن تكون لديهم رؤية استراتيجية حول وضع عالية وإقرار الموازنة، وهنا بسبب هناك مشاريع كثيرة معطلة. اليوم الموازنة هي للشعب وللمواطن العراقي، اليوم أكثر المشاريع هي متعطلة بسبب الموازنة. أتمنى من جميع الكتل السياسية أن تكون لديهم رؤية لخدمة مصلحة المواطن. فجدلية إقرار الموازنة تدخل البلد في متاهة أزمات جديدة من شأنها أن تؤثر على مفاصل الدولة وتسهم بتأخير تلبية احتياجات المواطن، وتبقى الاستفهامات حول موعد إقرارها ومدة بقائها معلقة بين الإقرار والتأجيل تتأرجح. تقلبات وضغوط داخلية وخارجية تعرقل تمرير الموازنة الثلاثية، ومراقبون يتساءلون عن مصير الخارطة الاقتصادية للبلد وسط مطالبات بالاستحقاقات المالية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، عضو اللجنة المالية البرلمانية سيادة النائب معين الكاظمي. أهلا بك.
وكذلك الترحيب بالخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيادة النائب، أين وصلت الموازنة؟ هل نتوقع إقرارها والتصويت عليها قريبا أم أن الإشكاليات قد تؤخر التصويت لفترة أطول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي ضيفك العزيز دكتور صفوان والمشاهدين الأعزاء. كما تعلمون أن مسودة قانون الموازنة استغرقت 140 يوم لدى الحكومة حتى حولتها إلى مجلس النواب، وتأخرت لدى رئيس مجلس النواب ما يقارب العشرة أيام. نعم. ثم قبل عيد الفطر تم قراءتها القراءة الأولى ثم القراءة الثانية والمناقشات والملاحظات التي طرحت من أعضاء مجلس النواب بشكل شفهي خلال الجلسة جلسات قبل العيد. نعم. وبعد انقضاء عيد الفطر المبارك بدأت اللجنة المالية بجلساتها الجدية صباحا ومساء. من يوم غد ستكون لدينا استضافات لوزراء معنيين بخصوص الموازنة. أول أمس كان لدينا استضافة لوزير التخطيط. نعم. وخلال هذا الأسبوع جلسات تستمر من الصباح إلى المساء للجنة المالية، وهناك جدية لدى اللجنة المالية بمراجعة الموازنة والأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات، حيث أن موازنة 2023 كما تعلمون هي أكبر رقم وصل خلال العقدين الماضيين 199 تريليون وفيها 64 تريليون عجز مالي. يجب أن يكون واضحا من أين يتم تغطية هذا العجز في وقت أن إيرادات الحكومة لعام 2023 حسبت 117 تريليون للموارد النفطية و17 تريليون للإيرادات غير النفطية، وهذه ال 17 طيب. تريليون إيرادات غير نفطية غير أكيدة باعتبار تجاربنا السابقة لم تصل إلى 10 تريليون إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها. لذلك هذا لا. الوضع لابد من أن تكون هناك مراجعة، وليس الموضوع كما سمعت في تقريركم أن هناك ضغط ولا بد من المصادقة بشكل سريع دون أن تكون هناك دراسة للموضوع. بشكل عام اللجنة المالية جادة، وخلال الشهر الخامس كحد أعلى ستكون القراءة الثالثة والمصادقة النهائية لتنطلق الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المشاريع غير متوقفة، هناك مشاريع مستمرة والصرف عليها يعني قانونيا السلف مستمرة، ولا نعتبر أن البلد متوقف ولا يمكن أن يتحرك. هناك قانون الإدارة المالية الاتحادي يسمح بتسديد السلف للمشاريع المستمرة. صحيح المشاريع الجديدة تحتاج المصادقة، ونطلب من الحكومة من الوزارات من المحافظات أن تهيئ كافة متطلبات المشاريع من جداول كميات و جدول اقتصادية وتحويلها إلى وزارة التخطيط لإدراجها ضمن خطة عام 2023، وبحيث يكون المحافظون والوزراء مستعدون لتنفيذ برنامجهم الحكومي. طيب أرجع لك لهذه التفاصيل سيادة النائب إذا تسمح لي. رحب بك مرة أخرى دكتور صفوان، شنو أبرز ملاحظاتكم على هذا النص من هذه الموازنة؟ تعتقد يعني أنها ستقر فعلا قريبا مع وجود بعض النقاط المهمة وتفاصيل أخرى ذكرها السيد النائب؟ طبعا تحية لحضرتك والأستاذ معين والجمهور العزيز. طبعا من الواضح أن هذه الموازنة جاءت ضمن رؤية الحكومة في تنفيذ موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهي موازنة مكملة للأنشطة الحكومية التي ابتدأت في السنوات السابقة، خاصة على مستوى إكمال ميناء الفاو وموضوع تغذية شركة سيمنز وشركة جنرال إلكتريك بموضوع إدارة ملف الطاقة والاكتفاء الذاتي
من موضوع توليد الطاقة بالاعتماد على المصادر المحلية. فعمليا الموازنة التشغيلية بالتأكيد هي مستمرة بنسبة 1 إلى 12، لكن حجم الانفاق الآن المتاح للحكومة هو أعلى من الفعلي لسنة 2021، على اعتبار أن إيرادات النفط الآن هي فوق $70، وكذلك الحكومة جاءت ضمن عنوان أنها حكومة خدمة، فهي بحاجة إلى إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن لكي تنفذ وعودها، خاصة أن الجهد الخدمي يحاول الآن أن ينفتح على كل مناطق العراق الغير مؤهلة من حيث تحلية المياه، من حيث الطرق، المياه الثقيلة، إكمال مستلزمات وزارة الصحة ببعض المستشفيات. فنحن بحاجة إلى إقرار هذه الموازنة، وبالتأكيد المشكلة الخلافية هي آلية تمويل العجز. العجز بالتأكيد كما اقترحت وزارة المالية بالاعتماد على الديون الخارجية، وبالتأكيد نحن لا نذهب بتأييد هذا الاقتراح. 10 تريليون يفترض أن لا نفكر في تمويل العجز من ديون خارجية. لدينا إمكانية من خلال لجنة المالية باللقاء مع الوزارات الاتحادية وتحليل قدرة هذه الوزارات على تخفيض نفقاتها الغير ضرورية، خاصة على بند المستلزمات الخدمية وبعض الأمور التي يمكن تأجيلها إلى 2024 أو إلى 2025. إذا ذهبنا باتجاه الموازنة الثلاثية يمكن أن تكون هناك مرونة في تأخير تنفيذ قسم من هذه المستحقات. كذلك وزارة المالية بإمكانها أن تمول العجز من خلال نقل ملكية جزء ممتلكات الدولة لصالح صندوق التقاعد أو لصالح إطفاء الديون الداخلية، وبذلك نخلق حالة من تمويل العجز من الداخل وليس عن طريق الاقتراض. طيب، لكن دكتور، وزارة المالية أيضا سلمت البرلمان تعديل بخفض الموازنة الإجمالية بمبلغ بمقدار 1 تريليون دينار. هذا التعديل أو هذا التخفيض ما راح يبعثر هذا يعني الدراسات السابقة والخطط الموجودة؟ يعني الموازنة هي موازنة بنود، ويبدو أن الجداول التحليلية التي أرفقت يعني مع الموازنة يبدو أنها يعني من الممكن أن هناك بعض الأخطاء في عملية تبويب أو في عملية احتساب بعض المصروفات. اللجنة المالية حاليا تحاول دراسة الأسس العلمية التي وضعت على أساس هذه التقديرات وتخلق حالة من التوازن بالإنفاق بين جميع المحافظات. هناك محافظات غير منتجة للنفط حصتها في الموازنة الاتحادية قليلة نسبيا، لكن إذا ما كانت هناك مشاريع تمول من الوزارات الاتحادية لصالح هذه المحافظات من الممكن خلق حالة نمو متوازن. التركيز على النمو المتوازن والعدالة في توزيع النفقات بين جميع محافظات العراق ستساهم في خلق حالة من استدامة الإيرادات. الإيرادات غير النفطية نعم هي 17 تريليون، لكن حكومة السودان وضعت حساب الخزينة الموحد كأساس للرقابة على الجمارك، الضرائب. الإيرادات غير النفطية إذا ما تم حوكمتها من الممكن أن تصل إلى هذا الرقم. واللجنة المالية البرلمانية والبرلمان بصفة عامة يستطيع رقابة الحكومة من خلال حساب الخزينة الموحد، لأن السنوات السابقة كان أحد أدوات إفشال الحكومات السابقة أن التخصيصات والتمويل لا يصرف بالكامل ولا تصل الخدمة إلى المستهلكين أو إلى الشعب العراقي. فعملية مراقبة الإنفاق من خلال هذا الحساب المشترك ومن خلال متابعة اللجان المساندة لتنفيذ برنامج السوداني ستسهل من مهمة تحقيق السوداني لوعوده. طيب، أعود لك سيادة النائب، يعني مع هذا الحماس النيابي لإقرار الموازنة إلا أنها تصطدم بالكثير من الملاحظات، الأبرز فيها حجم العجز المضمن. هل تم التواصل ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أجل إيجاد حلول وسط يمكن معها المضي بهذه الموازنة الثلاثية إلى الأمام؟ خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان كان هناك لقاء للجنة المالية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتطرقنا فيه إلى ملاحظات مهمة لمدة ساعتين بخصوص العجز المالي والارتفاع
بمخصصات الوزارات وخصوصا في الجانب التشغيلي، وأوعد السيد رئيس مجلس الوزراء الاستجابة لهذه الملاحظات. وعلى هذا الأساس كان يوم أمس اجتماع مع وزير التخطيط باعتباره يهتم بالجنبة الاستثمارية، 50 تريليون المخصصة للمشاريع المهمة للتنمية الأقاليم للبترودولار، وهكذا بالنسبة للمشاريع المخصصة للمحافظات والوزارات المختلفة. نعم. وخلال الأيام القادمة سيكون كذلك تواصل مع الوزارات المعنية والتي مخصص لها مبالغ، مثل وزارة التربية أكثر من 11 تريليون وهي لما يقارب 1 مليون موظف الآن في وزارة التربية. نعم. وهكذا بالنسبة للوزارات الأخرى نحن سنعمل وكفريق واحد مع الحكومة، نحن لسنا. طيب بخصوص استضافة وزير التربية وعندكم نية لاستضافة بعض المحافظين، أكو نية لتخفيض المخصصات لهذه المحافظات ووزارة التربية من تنفيذ برنامجها؟ بالعكس، للمحافظات نحن مع زيادة مخصصات المحافظات باعتبار أن النظام والدستور يقر الحالة اللامركزية، بينما في الموازنة تركزت 40 تريليون بيد الوزارات الاتحادية وخصص فقط 2.5 تريليون للمحافظات. لذلك نحن ندعو لزيادة مخصصات المحافظات ليتمكن المحافظون من تنفيذ مشاريع مهمة في هذه المحافظات، مع الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع ميناء الفاو الكبير أو مشاريع وزارة الكهرباء. ولكن لابد من مراجعة هذه المبالغ، وزارة الكهرباء ما يقارب 17 تريليون، وهكذا بالنسبة لوزارات أخرى، وزارة الإعمار والإسكان 4 تريليون. وهذا التركيز على الوزارات الاتحادية فيه جنبة سلبية، لابد من إشراك المحافظين والمجالس المحافظات في المرحلة القادمة. طيب إذا تسمح لي سيادة النائب، ونحن من خلال يعني تجاربنا السابقة رأينا أن أكثر المشاريع التي نفذت بواسطة الحكومات المحلية طيب. ومشاريع الوزارات كانت متلكئة، وخصوصا وزارة البلديات آنذاك. طيب يعني مبلغ الموازنة الإجمالي 199.5 تريليون دينار، خفض من قبل يعني بحسب كتاب وزارة المالية إلى 198.5 تريليون دينار. طيب تقليص أو محاولة تقليص العجز في هذه الموازنة ممكن أن يتم على حساب الاستثمارية منها، وهناك مخاوف من هذا الموضوع من المختصين بالاقتصاد. طبعا بشكل عام إذا نراجع ميزانية السنوات السابقة، آخر سنة كانت عام 21 الموازنة الرسمية التي صادق عليها مجلس النواب، الحكومة آنذاك طلبت 164 تريليون، مجلس النواب صادق على 129، مع ذلك الحكومة آنذاك لم تصرف سوى 116 تريليون، فهناك شكوك بإمكانية الحكومة بصرف 200 تريليون خلال السبعة أشهر المتبقية. صحيح أن 150 تريليون منها هي للجانب التشغيلي للرواتب، ما يقارب 59 تريليون دينار لرواتب أكثر من 4,100,000 موظف في الذيل الإداري في الهيكل الإداري للحكومة الحالية بسبب تعيينات الأخيرة 800,000 درجة وظيفية أضيفت للوزارات والمؤسسات، حملت أعباء كبيرة على الحكومة. لذلك نحن لسنا بصدد تأخير الموازنة أو عرقلة أداء الحكومة، ونحن إذا رأينا من الصالح ومن إمكانية الحكومة أن تنفذ المشاريع المهمة والاستراتيجية إضافة إلى مشاريع المحافظات، نحن نشجع بتخفيض التشغيلية وإضافتها للموازنة الاستثمارية لا. التي من شأنها
تطوير البلد، وهناك صندوق للتنمية بعنوان التنمية تريليون دينار. لا نعتقد بإمكانية الدولة بالحكومة بصرف هذا التريليون في مشاريع تنموية، خصوصا لحد الآن لم تحدد هذه المشاريع ولم ترسل إلينا عناوينها. بشكل عام نحن سنعمل على تمكين الحكومة بالوصول إلى مسودة قانون منطقي ومنصف ويمكن أن يطبق وينفذ ويخدم من جانب الاجتماعي قضية رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين والحصة التموينية والرعاية الاجتماعية، وفي الجانب الاستثماري مشاريع الوزارات مشاريع المحافظات. وهكذا نحن مع الانطلاق بالعمل ونشجع عليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحصة المخصصة لإقليم كردستان، ولا بد من إعادة النظر في بعض النصوص بخصوص، وهدفنا تمكين الحكومة الاتحادية بولايتها الكاملة على الثروة النفطية في العراق، وأن لا يكون هناك تجزئة في موضوع الثروة النفطية كما ورد في المادة 100. وهذا صار بتفاهم مع حكومة الإقليم والجهات السياسية هناك. قرار طيب. المحكمة الاتحادية وقرار محكمة لجنة التحكيم في باريس، ولا بد. طيب أعود لك دكتور صفوان، ما مدى إمكانية؟ هناك ملاحظات لدينا في سيادة المالية على النصوص التي وردت في بما يخص إقليم كردستان. طيب أعود لك دكتور، وفق هذه المعطيات الاقتصادية المتوفرة، ما مدى إمكانية اللجوء إلى المناقلات دون التأثير على الخطط الحكومية؟ يعني بالتأكيد لو استطعنا أن نحول هذه التقديرات الأولية على مستوى البنود إلى تعاقدات حكومية، أنت تعلم بالتأكيد الوحدات الحكومية لا تستطيع أن تتعاقد إلا بعد إقرار قانون الموازنة كغطاء قانوني للتعاقدات. طبعا بالتأكيد قيمة العقود لن تكون كما هي مقدرة، لأن التقديرات الأولية تشير إلى هذه الأرقام، فالمناقلات تكون هناك نسبة 5% للمناقلة بين الأبواب بين البنود لإبرام هذه العقود، وعندما تكون هناك موازنة ثلاثية ستكون ضمن مظلة التخصيص وستسمح بتنفيذ البرنامج الحكومي. بعض التخصيصات بالتأكيد وضعت بالتشاور مع الوزارات الاتحادية، لكن بتقديري بعض الوزارات تمتلك صناديق للتمويل الذاتي، من الممكن ضغط الإنفاق التشغيلي ضمن هذه الوزارات من حيث التمويل الحكومي، وتعتمد على إيراداتها لغرض تأدية النشاط. كذلك كما تفضل السيد النائب، الموازنة الاستثمارية لم يتبقى لها إلا 7 أشهر إذا مرت الموازنة خلال شهر أيار، بمعنى أن الحكومة لن تستطيع الإنفاق 49 تريليون خلال 7 أشهر المتبقية. بالتأكيد تحتاج إلى تعليمات، تحتاج إلى تنظيم، هناك صناديق استحدثت 6 صناديق بحاجة إلى التعليمات. طيب. فبتقديري عملية الإسراع، لكن الموازنة الثلاثية وهذه الخطوة من الحكومة والسلطة التنفيذية ما راح تحل هذه الإشكالية؟ نعم، ستساهم في إعطاء مرونة للحكومة في تحويل قسم من التخصيصات من سنة إلى أخرى. طبعا تراجع هذه الموازنة نهاية شهر تشرين الأول من قبل اللجنة المالية ومن قبل البرلمان لوضع لمسات أخيرة لكي تصبح قانون ملزم 2024، لكن حاليا المطلوب هو 2023 لكي تمضي الحكومة بتنفيذ برنامجها، ويستطيع البرلمان محاسبة الحكومة على قدرتها في تحقيق هذه الأهداف. هناك إيرادات مستحدثة وضعت ضمن يعني أبواب إيرادات مستحدثة للمحافظات، لكنها هي إيرادات من حيث العنوان مستحدثة، يفترض أن تخصم هذه الإيرادات من موازنة الوزارات الاتحادية التي فقدت سيطرتها على مثل هذه الإيرادات. عملية يعني وضع خريطة واضحة للمشاريع وآلية تمويلها بسيناريوهات متعددة، يعني إذا ما انخفضت أسعار النفط كيف نستطيع إكمال هذه المشاريع؟ علينا أيضا يعني أن ننتبه إلى أن إمكانية الانخفاض لأسعار النفط بدون إعاقة المشاريع الاستثمارية، بدون إعاقة التعويضات الموظفين،
أيضا موضوع المتعينين الجدد 800,000 درجة وظيفية خاصة على مستوى وزارة التربية، بإمكان إطلاق حملة لإكمال دراسة المتسربين، لأن السنوات السابقة شهدت أن هناك مئات من الآلاف لم يكملوا الدراسة. فوجود كادر وظيفي في وزارة التربية يمكن أن يستثمر في متابعة المتسربين، وهي جزء من موضوع الإصلاح. طيب سيادة النائب، يعني مع تأكيدكم على ضرورة إعطاء وقت كافي لقراءة مواد الموازنة ومعالجة بعض النقاط فيها، وأنتم استضفتم وزراء وهناك وزراء آخرين على القائمة ومحافظين، وبالتأكيد تولدت انطباعات، لكن الوقت المتوقع لإقرارها فعلا سيكون بشهر الخامس في ظل وجود هذه الاجتماعات واللقاءات مع وزراء ومحافظين من أجل التوصل إلى صيغة نهائية؟ طبعا اللقاءات ستكون محددة، ليست كل مفاصل الحكومة، واللقاءات ستكون ثنائية، يعني يوم غد هناك بالفترة الصباحية لوزير تربية، في الفترة المسائية لوزير آخر، وهكذا سيتم حسم الوزارات خلال فترة قياسية. بالنسبة للمحافظين، المحافظين هم الذين إذا لديهم رغبة بمراجعة اللجنة المالية سيتم استقبالهم واستضافتهم. بشكل عام هناك خبرة لدى أعضاء اللجنة المالية، وهم من كل المحافظات العراقية موجودين، ومن كل الكتل السياسية، ولدى الأغلبية الساحقة في اللجنة الرغبة الكبيرة بتمرير الموازنة، ولكن بشرط أن تكون موازنة معقولة ومنطقية، وأن نعمل على التخلص من الاقتراض الخارجي وتبعاته التي ستحملنا أعباء كبيرة بتجديد أقساط سنوية وفوائد متزايدة، وهذا ليس ضروري في هذه المرحلة، خصوصا أن هناك وفرة مالية من السنوات السابقة 23 تريليون يمكن أن تستثمر في سد جزء من العجز، تقريبا نصف العجز، وأن نتخلص من الاقتراض الخارجي. لدينا توجه نحو تمكين الوزارات بشرط أن لا يكون هناك تبذير واستهلاك في المجالات غير الضرورية وفي الأمور الكمالية مثل الأثاث والصيانة والسلعية والخدمية وغيرها التي ارتفعت مقاديرها بشكل كبير، ومع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الماسة التي في بعض الأبواب قد نعمل على زيادتها، مثل الحشد الشعبي هناك تخصيصات قليلة لا تسد حاجة الحشد، فيمكن أن يكون هناك مناقلة من باب إلى باب آخر لتكون الموازنة ممكنة التنفيذ خلال 7 أشهر القادمة. ولا بد من توجه الحكومة نحو الجانب الاستثماري، مثلا ميناء الفاو الكبير سيكون مخصصاته ما يقارب 1.5 تريليون خلال في هذه الموازنة التي وردت من الحكومة، ولكن طريق التنمية أو ما يسمى سابقا بالقناة الجافة سيحال على الاستثمار لدول متعددة أبدت رغبتها بتمويل هذا المشروع الذي من شأنه تغيير الواقع الاقتصادي للبلد. لذلك على الحكومة أن تهتم بالجانب الاستثماري بجذب أموال من الداخل والخارج وتبسيط الإجراءات وتمكين القطاع الخاص. هناك حالة من الروتين والبيروقراطية في الوزارات يجب أن تتخلص منه حكومة السيد السوداني، وأن يكون هناك اشتراط على وزير الصناعة بمدى إمكانيته بدعم القطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص بافتتاح معامل بالمدن الصناعية التي افتتحت هنا وهناك، وعلى وزارة الزراعة كذلك تمكين القطاع الخاص لتطوير الجانب الزراعي والسياحة والخدمات وغيرها. لابد من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص الذي من شأنه أن يجذب مئات الآلاف من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، خصوصا أن الموازنة لم يتوفر فيها
درجات وظيفية جديدة. لا بد من التوجه نحو دعم الاستثمار والقطاع الخاص الذي سيلغي كثير من الحاجات التي ترد في الموازنات السنوية. سيادة النائب أرجو أن تبقى معنا إلى الملف الآخر من الحصاد، والشكر الجزيل لكم الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ونجدد الترحيب بعضو اللجنة المالية النيابية سيادة النائب معين الكاظمي، أهلا بك، وكذلك الترحيب المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان الأستاذ نبيل الصفار، أهلا بكما. وأبدأ معك سيد نبيل، ما هي الدلالات باختيار يعني ساحة عدن وصنعاء كموقعين للمشاريع الجديدة لفك الاختناقات المرورية؟ مدى الاستعداد لهكذا مشاريع مهمة حاليا لأهالي العاصمة وخصوصا أهالي الكرخ؟ نعم، تحية طيبة لحضرتك وإلى جميع مشاهديكم الكرام. حقيقة هذان المشروعان هما من ضمن المشاريع اللي وعدت بها الحكومة لفك الاختناقات المرورية. الحكومة مثل ما نعرف احنا منذ أن تم تشكيلها هي حكومة خدمات، وكان موضوع الزحامات المرورية واحد من أولوياتها. انطلاق المشروعين الخاصة بساحة عدن والدورة طبعا أكيد سيساهم بشكل كبير في تقليل الزحامات المرورية في هذه الأماكن. لا. طبعا هي جميع المشاريع المتعلقة بالحزمة الأولى اللي تم الإعلان عنها الشهر الماضي واللي بلغت 19 مشروع، تم افتتاح 3 منها في جانب الرصافة قبل أيام على طريق القناة، واحد يربط منطقة جميلة بشارع باب المعظم، شارع الجهاد في باب المعظم، وواحد يربط أيضا الداخل بمنطقة شارع فلسطين حي المهندسين، والآخر يربط تقاطع القدس وشارع 77. كل الأماكن وكل التقاطعات اللي تم اختيارها تم اختيارها وفق دراسات. طبعا هي حقيقة الموضوع هي عدد التقاطعات اللي تم تشخيصها هي حوالي 60 مشروع، لكن تم اختيار ذني المشاريع كحزمة أولى ل 19 مشروع وفق أولوياتها. دراسات تمت على مدى تقريبا 3 أشهر لتحديد أيهما أكثر زحاما. طبعا هي كلها ازدحامات، لكن أكو أولويات في هذا الموضوع. كل التقاطعات تقريبا يعني هي تشهد ازدحامات، وهذا ناتج صراحة عن الكم الهائل من السيارات وعدم استيعاب الشوارع للطاقة التصميمية المصممة لها، بالإضافة طبعا إلى هناك بعض الجهات الأخرى تقوم بأعمال توسعة للشوارع ومشاريع وزارة الإعمار والإسكان المتعلقة بفك الاختناقات المرورية. فبكل تأكيد أنها ستساهم مستقبلا بعد إنجاز هذه المشاريع في تخفيف هذه الأزمة اللي يعاني منها المواطن البغدادي حقيقة، وبادت تشكل عليه عبء نفسي واقتصادي واجتماعي لما يعاني من يعني أثناء التنقلات وأثناء روحته وجيته إلى الدوام. نعم. رحب بك مرة أخرى سيادة النائب، هذه مشاريع مهمة لأهالي العاصمة، كان قبلها المباشرة بذات المشاريع في جانب الرصافة والآن في جانب الكرخ، لكن ماذا عن المبالغ المرصودة لتنفيذ هذين المشروعين بعدم إقرار الموازنة حتى الآن؟ سيادة النائب تسمعني؟ سيادة النائب طريق يعني شارع مطار المثنى باتجاه الكاظمية وباتجاه الحرية وإلى التاج إلى الموصل، هذا الخط إلى سامراء. نعم،
تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل سيادة النائب. فبالنسبة للتخصيصات كأنما من قد يكون الصرف من الدعم الطارئ المتبقي مثل ما تدرون ما يقارب 8 إلى 9 تريليون لتنمية الأقاليم للمحافظات لم تصرف عام 2022، وإنما وصلت للمحافظات حديثا في عام 23 مخصصات الأمن الطارئ الدعم الطارئ. وقد يكون هناك موازنة من هاي 25 تريليون التي قطع الاتصال، يمكن لا يكون هناك تأخير، وهذا شيء جيد بالمتابعة اليومية، ولكن نوصي كذلك أن يكون هناك تدقيق بالصرف. تصل لنا معلومات أن بعض الدوائر البلدية أو غيرها التي تنفذ مشاريع مهمة بموضوع الأرصفة وغيرها، ولكن مبالغ باهظة لا بد من متابعتها، لا يكون مبرر الموضوع النهوض بالواقع الخدمي بشكل سريع وجدي وثوري، يكون مبررا بعدم تدقيق الصرف الحاصل، أو أن يكون هذا منفذ لبعض ضعاف النفوس بعنوان أنه ينفذ مشاريع ولكن يكون هناك تجاوز على المال العام. نأمل من رئيس الوزراء أن يتابع هذه الملفات بشكل جدي، ونحن باللجنة المالية من واجبنا أن ندقق موضوع الصرف المالي خلال هذه المرحلة، نحن مع الانطلاق بالمشاريع المهمة. وعلى هذا الأساس كان تشكيل فريق الجهد الخدمي الهندسي واللي تخصص إلى بالبداية 70 مليار دينار، كانت مخصصة من أيام رئيس الوزراء السابق لتأثيث مكتبه، حولها رئيس الوزراء الجديد إلى خدمات للمواطنين، وتم تفعيل دور فريق الجهد الخدمي الهندسي في بغداد في الكرخ والرصافة والمحافظات الأخرى، وكانت إنجازات سريعة لمس من خلالها المواطن أن هناك جدية وبدأت الثقة تترسخ لدى الناس. وهذا ما نراه بخصوص الإعلان عن الشروع بمجسر ساحة عدن وساحة صنعاء، هذا المجسر والفضائين الذي انتظرناه 20 عام، الآن من خلال القرار السريع من رئيس الوزراء ومتابعته الجدية يمكن أن تتحقق هذه المشاريع التي من شأنها فك الاختناقات المرورية. وبذلك ننطلق بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، مع التأكيد على ضرورة التدقيق في الصرف سواء من المحافظات أو الوزارة. طيب سيد نبيل، يعني مشاريع مهمة فوق فضاء ساحة عدن وساحة صنعاء، وكذلك في الدورة السيدية هذا التقاطع الحيوي، وأيضا طريق الحل القادم من تقاطع أم الطبول بشارع المصافي، هذه المشاريع سوف تنفذ بحسب المقرر من قبل دائرة الطرق والجسور في وزارتكم الإعمار والإسكان، ولكن هل هذه الأيادي العراقية ستضمن المواصفات المطلوبة؟ عندها هذه الإمكانية كوادرنا العراقية أن تضمن هذه المواصفات وكذلك المدد الزمنية المحددة لها؟ نعم، تحية طيبة لكم مرة أخرى وإلى ضيفكم سيادة النائب. أهلا. حقيقة المشاريع اللي تم الإعلان عنها في احتفالية أقيمت في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بحضور دولة رئيس الوزراء، كان هناك حضور للشركات اللي تم اختيارها وفق تأهيل مسبق. جميع الشركات اللي تم وقع عليها الاختيار هي شركات ذات أعمال مماثلة. بالتأكيد هناك شركات عراقية وهناك شركات صينية وهناك شركات تركية شركات أجنبية، ما يهمنا في هذا الموضوع هو مدى كفاءة هذه الشركات في تنفيذ هذه المشاريع، يعني الأولوية اللي كانت هي على 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 مدى كفاءتها. بالتأكيد مطلوب من هذه الشركات أنه تنفذ المشاريع وفق التوقيتات الزمنية اللي تم تحديدها لهذه الشركات لإنجاز المشاريع هذه.
أيضا احنا نتأمل بالمواطنين أنه يكونون سند في هذه المشاريع، يعني مثل ما تفضل سيادة النائب احنا تقريبا 20 سنة أو عشرات السنين ما صارت يعني ما صارت مثل هكذا مشاريع في بغداد. الأزمة بدأت تزيد، يعني الشوارع بدأت تضيق، لم يتم فتح هذا الملف منذ فترات طويلة، لم تشهد بغداد أنه إقامة مثل هكذا مشاريع منذ فترة طويلة جدا. لذلك كان لابد من البدء بالخطوة الأولى، والخطوة الأولى الحمد لله بدأت. الآن بدأ التحدي الأصعب، الحكومة وعدت وبدأت بتنفيذ وعودها، لذلك هي الآن أمام تحدي آخر، وهو كيفية إكمال وإنشاء هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية اللي مخطط لها، مع فرض طبعا على الشركات اللي سيتم ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع بإيجاد طرق بديلة لأماكن العمل بها. يعني احنا يعني مو نسوي مشروع لفك اختناقات ونسبب اختناقات مرورية جديدة، واللي هي يعني اوريدي هي تكون موجودة اصلا هي الازدحامات، لكن ايضا تم توجيههم الى انه ضرورة إيجاد طرق بديلة. هناك ايضا ستكون لجان وحتى بإشراف مباشر من رئيس الوزراء لمتابعة أعمال هذه اللجان. إحنا مشكلتنا السابقة طبعا كان أكو هواي تلكؤ في المشاريع، لم تكن هناك متابعة جدية حقيقة في مثل هكذا مشاريع. ومثل ما ذكرت لك الآن الحكومة هي اللي قطعت وعود على نفسها وبدت تنفذ هذه الوعود، والآن هي أمام تحدي آخر في إكمال هذه المشاريع. طبعا إحنا الحزمة الأولى اللي هي 19 مشروع انعلنت هسه صار حاليا 5 مشاريع، وإن شاء الله بالأيام القادمة سيتم إكمال باقي مشاريع الحزمة الأولى البالغة 19 مشروع، وراح تعقبها أيضا هناك حزمتين آخرين اللي هي الحزمة الثانية والثالثة اللي راح تكون بمجموعها كلها هي 60 مشروع، وأيضا نفس الآلية اللي راح يتم اختيارها وإطلاق الحزم الثانية والثالثة. نتأمل خير إن شاء الله، ومثل ما قلت لك إحنا أيضا يعني نتأمل بمواطنينا أنه يتعاونون معنا في سبيل إنجاز هذه المشاريع. يعني راح تغير أكيد، حتى راح تغير الشكل العمراني والحضاري لمدينة بغداد، وهي مثل ما ذكرت لك بكل تأكيد ستؤدي إلى تخفيف الزحامات ولو بشكل جزئي في هذه المرحلة. مهمة هذه الانطلاقة جدا، يعني مهمة لأهالي الكرخ وكل أهالي بغداد. المواطن محتاج أن يعيد الثقة بالحكومة حقيقة. يعني هذا جانب، هذه نقطة خلينا ننتقل بها إلى سيادة النائب على ما أشار إليه سيد نبيل بإعادة الثقة، ثقة المواطن بالحكومة، خصوصا الحكومة اللي وعدتنا بالكثير من الخدمات. يعني هذه نقلة يمكن نوعية لسكان الكرخ من خلال استحداث مجسرات. من الجانب المروري، هل تؤكد هذه الانطلاقة جدية الحكومة بتنفيذ نقاط برنامجها الخدمية؟ طبعا في الوقت الذي نثمن فيه هذه الانطلاقة يجب أن نستذكر أن يعني هذا لا يعني لم يكن هناك مشاريع خلال 20 سنة الماضية. هناك 20 مجسر تم إنشاء خلال الفترة السابقة، مجسر ساحة اللقاء، مجسر اليرموك، مجسر المتحف، مجسرات كثيرة في جانب الكرخ وجانب الرصافة. أنا ذكرت يجوز مجسر ساحة عدن لأن كان يعتبر مجسر ضروري، تلكئت أمانة بغداد طيلة الفترة السابقة ووزارة الإعمار والإسكان في الفترة السابقة في النهوض بهذا الجانب، ولكن القرارات السريعة مهمة وأساسية. طبعا موضوع الاستقرار الأمني خدم الحكومة الحالية، الاستقرار السياسي كذلك، حالة الاستقرار في البلد هذا شيء مهم ومطلوب أن يكون تفكير جدي من كل الكتل السياسية والمكونات بالمحافظة على الاستقرار وعدم العودة إلى الفوضى التي حصلت أيام رئيس الوزراء السابق الأسبق السيد عادل عبد المهدي عندما حاول أن ينطلق بمشاريع، وكان له جولة مع الصين وغيرها مع ألمانيا وتعثرت بسبب الفوضى التي حصلت آنذاك. لذلك نأمل أن من الحكومة أن تستفيد من الاستقرار السياسي الحالي، من الوضع الأمني، إضافة إلى خبرة السيد رئيس مجلس الوزراء الحالية والدعم الذي يلقاه من الكتل السياسية ومن مجلس النواب. اليوم الإطار التنسيقي يعتبر كتلة كبيرة مهمة أساسية في مجلس النواب داعم لرئيس الوزراء، وهكذا بالنسبة لائتلاف إدارة الدولة
في وهذا ما ألمسه داخل اللجنة المالية أن هناك توجه عام لتحقيق شيء لأهلنا وشعبنا خلال هذه المرحلة. طيب. مع التأكيد على أن لا يكون هناك صرف أكثر من اللازم أو تبذير. طيب. هذه تبقى بعد متابعتكم أيضا كسلطة رقابية في الصرف سيادة النائب. في عندما طيب. انخفض ارتفع سعر الدولار كانت هناك مطالبات من الشركات بإعادة. طيب سيادة النائب نشكرك، لكن دعني بسؤال أخير أختتم معك سيد نبيل. يعني سيد النائب ذكر أنه الحكومات السابقة أيضا كان عندها بعض المشاريع، لكن المشاريع عانت من بعض المشاكل وتأخر بفترات إنجازها، راح تتعالج هذه العثرات بالمشاريع الجديدة؟ نعم صحيح، هي كان هناك حقيقة مشاريع لكنها يعني لم تكن بمستوى الطموح، ولكن يمكن لأن يعني بسبب الزخم الهائل اللي موجود في شوارعنا وبسبب زيادة عدد السيارات، وقلت لك يعني خارج النطاق التصميم الأساسي المنشأ من أجله. بالتأكيد احنا يعني موضوع تلكؤ الخدمات والوضع اللي كان سائد في الفترة الماضية أثر بكل تأكيد على إقامة مشاريع استراتيجية كبيرة مثل المشاريع اللي انطلقت حاليا، وبالتأكيد هو يعني لازم الحكومة تستفاد من الاستقرار الأمني والوضع الاقتصادي المستقر لإنجاز هذه المشاريع، وهي أيضا راح تكون فت فرصة لعودة ثقة المواطنين في الحكومة، ومن يشوف مشاريع ويشوف مشاريع تنطلق بالشارع ويشوف الآليات بدأت تعمل، يعني راح تكون هناك مرحلة إن شاء الله جديدة في البناء. طيب. والعمران. الشكر الجزيل لكم المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان السيد نبيل الصفار، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكر جزيل لكم عضو اللجنة المالية النيابية سيادة النائب معين الكاظمي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم سيادة النائب. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.